مفيش شك في السنين اللي فاتت كنا شايفين مع بعض طفرة كبيرة في البناء في مصر، البناء المخطط والقائم على استراتيجية التوسيع العمراني أو التوسع العمراني اللي هيوفر جودة الحياة للمصريين، التوسع اللي هيخلق مراكز حضرية جديدة وهيعيد توزيع السكان بعيد عن الشريط الضيق لوادي النيل. من هنا كانت فكرة مدن الجيل الرابع اللي اتنقلت واتنفذت بالفعل وبقت موجودة على أرض الواقع. مش هينفع نقول أو مش هينفع ننكر أبداً إن البداية كانت في تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط وهي العاصمة الإدارية، بعدها مدينة العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها وغيرها. 14 مدينة تانية في معظم المناطق والمحافظات ابتدت تنفذ لأنه حق التطوير لكل المصريين. بكل تأكيد احنا برضو عندنا يعني خبرة في الإنشاءات، خبرة كبيرة جدا، واحنا مرينا بمراحل كتيرة جدا، وكنا بنتكلم مع حضراتكم يمكن امبارح ان احنا من السبعينات وفي مشاريع متعلقة بالإنشاءات، كانت مشاريع الجيل الأول ثم مشاريع الجيل الثاني والثالث اللي طبعا ما اكتملتش وما كانش فيها خدمات، فبدل ما تكون جاذبة أصبحت طاردة. دلوقتي احنا عندنا مدن من الجيل الرابع، كانت انطلاقة مهمة وكبيرة جدا في إقامة مناطق جذب متطورة وذكية خارج نطاق المدن القديمة. الدولة نجحت بشكل كبير جدا في أنها تختار مواقع استراتيجية لإقامة هذه المدن، على سبيل المثال الموقع العبقري لمدينة المنصورة الجديدة اللي بتمثل وجهة سياحية لمنطقة الدلتا بمواصفات عالمية، هتكون نواة للتنمية الاقتصادية والاستثمار والسياحة في المنطقة. وطبعا المدينة فيها كل الخدمات، يعني الناس اللي هتسكن في هذه المدينة مش محتاجين ان هم يخرجوا بره، فيها مدارس، فيها جامعات، فيها بنية تحتية ذكية، فيها نوادي، فيها مولات، فيها مناطق ترفيهية، فيها مناطق سياحية، فيها كافيهات، فيها مطاعم، فيها حدائق مركزية، يعني مدينة تقدر اللي يعيش فيها يقدر يعيش فيها طول السنة وما يحتاجش ان هو يخرج منها كمان. واحد من المشاكل القديمة اللي كان الناس كتير بتتكلم عنها العلب الأسمنتية اللي بتتفتح شهرين بس في السنة وبتفضل مقفولة طول السنة، بتسكنها بس الطيور مثلا ولا حاجة. لكن مع الشكل الجديد اللي احنا شايفينه هنشوف المنصورة الجديدة، العالمين الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، 14 مدينة ذكية المفروض انهم ان شاء الله يستوعبوا ممكن عدد يوصل ل 30 مليون نسمة. ده أكيد هيخفف من التكدس السكاني وكمان هيساعد أنه يوفر ملايين من فرص العمل. فرص العمل دي بقى هتكون مباشرة وغير مباشرة، في حجم عمالة كبير جدا هيكون شغال على مدى السنوات اللي فاتت وعلى مدى السنوات اللي جاية كمان في المدن دي. ده غير أنه طبعا هنلاقي بقى مصانع هتوفر مواد خاصة بالبنى وشركات هتشتغل بالتبعية، في ناس تانية هتشتغل أكتر وأكتر. كل ده عوائد استثمارية بتحققها مدن الجيل الرابع، ده غير طبعا انها بقت يعني مناطق جذب كبيرة جدا للاستثمار في كل المدنيات يا شاسلي. طيب هل الدولة بتعمل هذه المدن الجديدة في اماكن بعيدة عشان نخفف الزحمة ونسيب القديم زي ما هو، نسيب الاقاليم، نسيب الريف، نسيب القرى؟ لا خالص، في الوقت اللي الدولة مهتمة فيه بهذه المدن الجديدة والمدن الذكية والعمران المستدام، كانت شغالة في نفس الوقت في مبادرة مهمة جدا وعظيمة اسمها حياة كريمة، أكبر مشروع قومي وتنموي بيستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري. المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، ومن وقتها ولحد دلوقتي شغالين 4 سنوات من العمل المتواصل، نجحت هذه المبادرة في أنها تحقق نقلة كبيرة جدا في حياة أهالي الريف على كل المستويات، عشان تكون التنمية مرتبطة بكل مواطن مصري سواء كان في العاصمة أو في الريف أو في أي مدينة من المدن الجديدة والذكية. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.